هاي، انا ازيس وده ريل جديده، وفي الريل دي هقول لكم على البديل الارخص للافتر جلوس بتاع ميبلين اللي سعره ارخص حاجه ليه 230 جنيه، ودلوقتي وصل سعره 350 و400، وكل سعر بيختلف على حسب الدرجه، ودي حاجه مستفزه جدا. الدرجه اللي معايا دي 4 اللي هي سلك، دي شكلها. فلقيت لكم بقى البديل الارخص. البديل الارخص هيكون هو الليب جلوس بتاع ساندرا، ودي براند مصريه، والدرجه دي رقم 54، وهي درجه على بني كده، وتقريبا هي البديله الاقرب للدرجه بتاعه ستون اللي هي بتاعه ميبلين، تقريبا اللي رقمها 8، مش قادره افتكر قوي. بس عموما خلينا نتكلم عن الروج ككل. انا مش بعرف اتكلم على فكره، وانا بحط اهو ده شكل الدرجه. دي الدرجه اللي هي لونها بني، زي ما قلت لكم رقمها 54. هو عشان برضو تبقوا عارفين في فرق ما بينه وما بين لافتر جلوس من ناحيه البيجمنتيشن بتاعه ميبلين اعلى بكتير من بتاعه